قل لا ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأوفد الحق وأنفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وده أمة تأنيسا لجنبي المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله من أجله من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت التي رتم الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود أبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Oh,